يا مساء الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من برنامج اون سبوت، واللي بنسلط فيه الضوء على حياه النجوم وبنعرف كواليس واسرار بنسمعها لاول مره من نجومنا. اون سبوت هو الوجه الاخر لنجوم كره القدم. هنتكلم في الكرة لكن بشكل مختلف. النهاردة نجمنا واحد من اللي كتبوا اسمهم بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية. هو المدافع الصلب، هو اللاعب الخلوق، وهو المحترف المكافح، واللي كسر كل الحواجز وخاض تجربة احتراف ناجحة جدا برغم ان هو ما كانش بيلعب لا الاهلي ولا الزمالك. حقق انجازات كبيرة جدا مع منتخب مصر. نجمنا النهاردة هو كابتن عبد الظاهر السقا، لاعب منتخبنا السابق ولاعب المنصورة والعديد من الاندية التركية. هنروح نشوف معاكم التقرير ده عن نجمنا ونرجع نستقبله. منورنا النهارده كابتن عبد الظاهر السقا في اون سبوت. يا مساء الفل على حضرتك، اكيد منورنا في اون سبوت. مساء الفل يا شيما، والف مبروك على البرنامج، وان شاء الله نجاح بقى نجاح ان شاء الله. الله يخليك يا كابتن. عايزين بقى نبعد عن الخطط الفنيه والتكتيكات والحاجات دي كلها، وعايزين نتكلم عن الكوره لكن بشكل مختلف. عايزين نتكلم عن كابتن عبد الظاهر السقا وعن بدايته مع كره القدم. يا هتودينا لورا قوي. لا، الكابتن عبد الظاهر السقا، انا من تعريفي يعني انا عبد الظاهر السقا، عبد الظاهر احمد محمد السقا، مواليد اهليه قريه ميت عنتر، مركز طلخة اهليه. انا طبعا بدات حياتي في نادي سمات طلخة، الاول مركز شباب البلد بتاعتنا ميت عنتر، وبعد كده سمات طلخة ده كان درجه ثالثه. بدات حياتي هناك، وطبعا بعد كده نادي المنصوره دوري ممتاز، يعني كنا بنلعب برضو بالصدفه، وبعدين اشتروني بمبلغ كبير جدا، وقتها كان 15,000 جنيه. ده كبير قوي المبلغ ده. طبعا كان وقتها كبير جدا ان ناشئ حد يشتريه ب 15,000 جنيه. طبعا ده كان حاجه كبيره جدا يعني وقتها، ومن هنا بقى بدات حكايتي او بدات مسيرتي النجاح ساعتها في المنصوره. بس وبعد كده بقى منتخب اولمبي، وبعد كده منتخب اول مع الكابتن جاري، بعد كده احتراف 12 سنه في تركيا، بعد كده عده بطولات مع منتخب مصر، اكيد ثلاث بطولات افريقيه وبطوله كاس مصر تركيا، اتنين نهائي، حاجات كده كتير بنقولها. بقى لكل مرحله من المراحل دي بتفاصيلها، لكن خليني برضو الاول اعرف منك ازاي كابتن عبد الظاهر عرف ان هو لعيب كوره. يعني كنت تلعب كوره شراب في الشارع مثلا؟ اصلا بدايتي في الشارع، اصلا يعني بدايتي في الشارع، طبعا كنت مدمن جدا الشارع، وكانت دي خناقه دايما مع اهلي، مع ابويا وامي، كان دايما بيجيبوني من الشارع، اصحى الصبح اطلع ما اجيش اخر النهار، فطبعا دي كانت خناقه كبيره جدا طبعا، وخناقه على المدرسه، وخناقه ان انا عاوز العب كوره، خناقه مع ابويا ان انا طبعا لعيب الكوره ملوش مستقبل، فانا ازاي بقدر اقنعه بقول له ان لا انا شايف نفسي ان انا كويس. وانا الحمد لله من صغري يعني كل الناس البلد عندنا واللي حوالينا نقول ان انت لعيب كويس. ولما رحت بقى كمان سمات طلخة اللي هي النادي اللي انا نشات فيه اصلا وانا عندي 13 سنه، كان المدربين بيقولوا عليا ان انا هبقى حاجه كبيره جدا، وبعض المدربين كمان كانوا اتبنوني زي الكابتن بلبل طبعا، احمد الديب، مش خايف انسى حد لان من زمان قوي ده كلهم بقوا كباتني خلاص، واحنا كبرنا كمان، فمن زمان جدا الكلام ده، لكن حاجات عمرها ما تتنسى بالنسبه لي، كانت نقطه انطلاق قويه جدا. في حد وانت بتلعب كره شراب في الشارع لسه من اصدقائك دلوقتي، او مثلا بقى نجم من النجوم زي حضرتك كده؟ لا، انا كل زمايلي اللي هم نجوم دلوقتي بتتكلمي عرفتهم في المنتخب الاولمبي، يعني مثلا من جيل انا طبعا عرفنا بعض في منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي، عصام الحضري، احمد حسن، حازم امام، احمد عبد الله دلوقتي في اتحاد الكوره، يعني لا كان جيل عظيم صراحه، عبد الستار صبري، مش محمد عماره طبعا اخويا وحبيبي من الاقاليم برضو، لكن ان انت تطلعي من الاقاليم وتحاربي وتوصلي وتخشي في ناحيه ان انت تبقي نجم من النجوم الموجودين خاصه الاهلي والزمالك، دي كانت صعبه عليا جدا، وكانت محتاجه شغل كبير جدا ومجهود وهدف وصبر، أكيد. لان لعيب الاهلي والزمالك حاجه تانية خالص، ولعيب الاقاليم بيبقى
ما بيبقى عنده تحدي اقوى بكتير جدا جدا من لعيب اهلي والزمالك. اكيد. طيب في مرحله بقى الكوره الشراب وانت لسه صغير واهلك مش موافقين انك تلعب كوره وتسيب المدرسه والحاجات اللي كانت بتحصل دي، كنت بتروح المدرسه ولا كنت بتزوغ تلعب كوره؟ بامانه بس انا دايما بحب اشوف الناحيه الايجابيه، لان الواحد الحمد لله بقى مثل يعني وقدوه، فمش عايز اقول ان انا كنت بهرب. لا انا عايزك تقول الحقيقه. لا كنت بهرب طبعا، كان في فتره من الفترات ان انا ببقى في التمرين معارض جدا للمدرسه، فبتبقى اخر حصتين لازم لازم الدكتور الاستاذ طبعا بتاع التربيه الرياضيه كان دايما يزوغني من المدرسه في اخر. طب ما التزويق شرعي ده على فكره. لا تزويق شرعي، كان دايما يفوتني في اخر حصتين واروح عشان اتمرن، بس كنت بقابل معاناه رهيبه جدا، لان طبعا اولا انا مش من عيله غنيه قوي ولا عيله فقيره قوي، يعني متوسطين جدا، متوسطين الدخل ابويا، فيعني ما كانش حكايه ان انا عندي الرفاهيه ان انا اروح كل يوم مواصلات واجي مصاريف. انا عارفه، انا عارفه اجابه السؤال ده عشان كده بسالك، لاني اكيد متاكده يعني طبعا. ان ورا الحكايه اللي اتحكى لنا دي رساله بقى لكل شخص، لكل لاعب كره قدم، لكل شاب صغير عنده حلم وعايز يحققه، لازم يشوف بقى قد ايه انت عانيت وكافحت عشان توصل لحلمك. هقول لك حاجه يا شيماء، انا بلدي من الاستاد المنصوره لازم اخد مواصلتين، فما كان بيجي عليا ايام ساعات انا ما معيش غير مواصله واحده، فاضطر ان انا لازم امشي مواصله، لازم امشيها قبل التمرين ولا بعد التمرين. ماشي قد ايه مثلا؟ لا ساعه الا ربع ساعه كده. يعني ما مستغربيش. ده انت بتتمرن بعد التمرين تمرين تاني؟ لا وقبل التمرين كمان، في مواصله لازم تقع مني، لان انا معيش اللي هو جيبي ما فيهوش الفلوس اللي تكفي مواصلتين. كابتن عبد الظاهر وقتها كان عنده كام سنه؟ لا بتتكلمي في 18 19 سنه. لا بس ما كنتش صغير قوي يعني. لا وكنت ساعتها لسه مسمع، لسه رايح المنصوره، وعلى فكره المفارقه ان انا ما لعبتش ناشئين خالص. خالص يعني في المنصوره ما لعبتش ناشئين خالص. انا طلعت فريق اول على طول. يعني انا امتى كنت بتلعب في الفريق الاول؟ انت عندك كام سنه؟ لعبت في سمات طلخه فريق اول في الدرجه الثالثه، ومن هنا رحت نادي المنصوره، لكن قعدت سنتين مش مقيد. بتمرن من غير اي حاجه وانا صغير. مفيش فلوس؟ لا مفيش، كان نادي المنصوره عايز مبلغ كبير ونادي المنصوره مش قادر يدفعه. المبلغ الكبير ده اللي هو كام؟ 15000 جنيه ده حالهم. وعايز اقول لك وانا رايح احترف نادي المنصوره استفاد 500000 دولار مني، يعني جابني ب 15000 جنيه باعني ب 500000 جنيه. ده احسن استثمار عملوه في حياته. طبعا، يعني انا تقريبا اغلى لاعب طلعت من نادي المنصوره. طبعا في نجوم كبيره طلعت من نادي المنصوره، لكن عايز اقول لك الفتره ديت لو خدتها بالتفصيل كنت بتمشي فيها بقى ساعه الا ربع كل يوم. لو خدتها بالتفصيل انا طبعا اولا من الكواليس اللي محدش يعرفها كنت لازم استنى لعيب كبير ماشي بعربيته عشان اركب معاه. كان في شخص معين؟ كان في لعيب معين؟ لا كان عندنا لعيبه الكوره الكبيره طبعا موجود مع اللي انا لعبت معاهم يعني وانا صغير. كان في لعيبه من المنصوره موجوده طبعا، دي منهم محمد كمونه، منهم سيل بشبيشي، منهم ايمن محب، كامل يوسف، طارق النجار، عماد سلامه، طارق العشري، مش عايز انسى حد لانهم حبايبي جدا ولسه على علاقه لحد الان بيهم. فرقه المنصوره احنا وصلنا لمرحله ان الحمد لله خدنا في المنصوره الثالث وطلعنا من قبل النهائي في افريقيا، فكنا عاملين تيم قوي جدا. بس دول طبعا كبتني، ودول اللي انا كنت بستناهم عشان يوصلوني البلد اللي انا رايحها، ودي كانت من الحاجات التحدي اللي ليا، وما كنتش ببص للحاجات دي خالص، وما كنتش بقول ان في معوقات وفي حاجات، لا انا مش رايح اكسل. يعني التمرين في حد ذاته كان بالنسبه لك معاناه كل يوم؟ طبعا. معاناه يوميه؟ معاناه يوميه طبعا. وبرغم ده انت ما فيش حاجه وقفتك عن حلمك وحققت حلمك وبقيت من اهم المحترفين المصريين اللي شرفونا بره. بص مش هتلاقي حد ناجح غير ما يقابل صعوبات يا شيماء، ما تلاقيش، لان شغلتنا دايما بقول الناس فاكراها من اسهل الشغلانات، لا انا بقول ان لعيب الكوره من اصعب الشغلانات، لان هو عند ما بيعيش زي اي حد، ما بيعيش ان هو انسان طبيعي، لا ده لازم يحافظ على اكله، لازم يحافظ على اسمه، مش لازم يقعد في اي مكان يكون موجود فيه الناس الطبيعيه. يمكن في ناس بتلتزم زي حضرتك كده وفي ناس لا.
ما هو الناس اللي بتلتزم بتنجح، ما حدش بينجح غير اللي انا بقول لك على اللي بيعمل كده، وفي ناس ما بتلتزمش فبتلاقي نفسها بتنجح صدفه وبعدين ترجع تاني تنطفي تاني. لانه لو كان قابل الصعوبات اللي اي انسان قابلها هو صغير كان عارف قيمه الشغلانه اللي هو بيشتغلها. لان أكيد. مهم جدا ان انت تعرف النعمه اللي ربنا اديها لك. أكيد. نعمه ما اديهاش لكل الناس، وده مهم جدا ان الاولاد الصغيرين اللي لعيبه الكوره تعرف ان ربنا اختارك ان انت تبقى لعيب كوره. لعيب الكوره ده دايما بقول عليه ان هو مميز في كل حاجه، او هو مش عايش. لان العيشه الحقيقيه اللي انا بقول عليها دايما لما تبطل كوره هتشوف دنيا غير الدنيا اللي انت كنت عايش فيها. وانت لعيب كوره كنت عندك جميع المميزات اللي انت ممكن صحيح. تعملها. ولازم نتكلم في الموضوع ده برضو بتفاصيله، بس خليني اسالك برضو، الاهل امتى وافقوا واقتنعوا ان كابتن عبد الظاهر السقا ده خلاص هو نجم وان الكوره دي هتكون مصدر اكل عيشه بعد كده؟ لما ابويا جه شافني في الاستاد طبعا ما كانش مصدق، وانا وصلت لمرحله ان انا خلاص هلعب دوري ممتاز. فبالصدف طبعا صدفه عشان انا تعبت، فبيجي لك صدفه توفيق ان بيجي لك اصابات كتيره قوي وانا اللي المفروض العب. الناشئ اللي هو عنده 18 سنه او 19 سنه صحيح. في الفتره دي لازم الفرقه تعتمد عليه. فطبعا هلاعب النادي الاهلي، وده كان حاجه صعبه جدا بالنسبه لي، وده كانت اول حاجه قابلها ان انا نازل الملعب بتفرج على الكابتن عبد الجليل، كابتن بدر رجب. فان انا وانا صغير كنت بشجع الناس دي، انا حلمي ان انا كنت اشوفهم، فان انا العب قصادهم وان انا اشوفهم في الملعب ده كان حاجه صعبه جدا. ان انا اصدق ان انا موجود في الملعب بلعب قصادهم او بلعب ضدهم ده كان تحدي تاني خالص. بالصدفه طبعا صحابي خدوا ابويا وخدوا الاستاد، فطبعا شاف الاستاد متقفل، والله يرحمه يعني برحمته يا رب، شاف الاستاد متقفل ورجع بعد الماتش حضني وقال لي انا فخور بيك جدا. طبعا طول ما هو ماشي بقى كان الناس بتقول له أيوة انت فعلا صح. ابو عبد الظاهر السقا ما شاء الله ابنك مستواه عامل ازاي وبيلعب ازاي وكلنا معجبين بيه. انا بعد الماتش ده بقى اتعاملت معامله ثانيه خالص تماما في البيت. لا بقيت حاجه ثانيه خالص في البيت لما راح الاستاد وشاف بقى طبعا 20 25 ألف بيشجعوني. فطبعا والحمد لله كسبنا النادي الاهلي ساعتها 1-0، جابوا ياسر تحسين. فطبعا بقيت حاجه تانية من بعد الماتش ده، واتقلبت حياتي بقى من هنا. بدا البيت يصدق خلاص، بدا يصدق ان في نجم. يعني مباراتك قصاد النادي الاهلي كانت ممكن نقطه تحول في حياتك الاسريه؟ طبعا. وبعدين الجرايد بقى كتبت ساعتها، وكنت اروح بقى ادور على الجرايد اللي كاتبه عني ايه ده، واللي جايبه صورتي طبعا وانا ماسك الكابتن حسام حسن. طبعا واقصها واحطها، فطبعا حاجه ذكريات لا تنسى يعني. فاكر اول منشات اتكتب عنك؟ انا فاكر اول منشط وكان مهم جدا بالنسبه لي وكان مؤثر عليا جدا، ان مستر كرول كان هو المدير الفني لينا في المنتخب الاولمبي. اول ما شافني كتب ان في مستر كرول جديد في مصر اسمه عبد الظاهر السقا من نادي المنصوره. وانا كنت نزلت التمرين في المنتخب الاولمبي يومين ثلاثه، وما كنتش ساعتها لعبت دولي خالص. والراجل ده يعني علمني حاجات كتير جدا وكان بيحبني جدا، ولما راح منتخب اول خدني معاه. فالمانشيت ده كان فعلا كان مهم جدا بالنسبه لي، ولسه محتفظ بيه على فكره، لسه محتفظ بيه عندي في البيت، لانه من المانشيتات المؤثره. نجم زي كرول كابتن منتخب هولندا و لعيب كبير جدا، لما احنا كنا بنسافر معاه كان مشهور جدا في كل الدول الاوروبيه. فكان بالنسبه لي مانشيت مهم جدا ليا، وان هو يديني البوش ده او الدفعه المهمه دي في حياتي وانا صغير. اتنين، كان طبعا الجرايد كتبت عني في الوقت في اليوم في الوقت ده ان انا نجم جديد في نادي المنصوره اسمه عبد الظاهر السقا، وكان جايبه صورتي انا وانا ماسك كابتن حسام حسن. الكوره كانت عاليه وانا وهو طالعين، بص فاكر بالظبط كانت عامله ازاي. فده من المحطات والمنشطات والماتشات المهمه اللي نقلت عبد الظاهر السقا في حته ثانيه. خلي بالك احنا كنا زمان بنستنى اهلي وزمالك طبعا، ما كانش بيتزعلنا غير في التلفزيون غير ماتش الاهلي وماتش الزمالك. بس لحد دلوقتي برضو يمكن الفرصه الاكبر لاي لاعب في الدوري المصري الممتاز ما بيلعبش في انديه جماهيريه انه يظهر ويبان لما بيلعب قصاد الاهلي والزمالك. لا، بعد اون سبورت واستوديوهات التحليه اللي احنا بنعملها متابعه الجماهير
بنحط سبوتات، لكن ده اللي هيفضل الماتش الاكبر او الماتش اللي بيلمع اللعيبه هو اهلي وزمالك. لكن لما الجماهير كلها ما تشوفكيش في التلفزيون خالص أبداً. غير هما ماتشين في حياتك، ماتشين في الذهاب وماتشين في الاياب، فده كان طبعا عشان كده كانت تلاقي التركيز في ماتش اهلي وزمالك ومين هيلعب، ولو انت مصابه بتاخدي مسكنات عشان تلعبي، عشان الماتش ده انت مش عارفه تظهري في التلفزيون امتى. فكان صحيح. مهم لينا جدا في الفتره ديت ان احنا نظهر موهبتنا، والماتش ده 90 دقيقه ان انت، انا رحت في الماتش ده منتخب اولمبي، الناس شافتني، فطبعا لا كانت ماتشات مهمه جدا طبعا. لو اتكلمنا برضو عن اول انتقاد نزل عن كابتن عبد الظاهر لسه فاكره؟ انا الحمد لله يعني يمكن من الناس الحمد لله ان مسيرتي ما فيهاش مشاكل كتير، ما فيهاش مشاكل مع مدربين ولا رؤساء مجلس اداره ولا اي حاجه خالص، الحمد لله دايما ببقى عارف شغلتي ايه، بشتغل شغلتي. هتلاقي حاجات، انا في حاجه انا كنت متضايق منها جدا، واحد كتب عليا في ماتش من الماتشات كنا بنلاعب في بطوله 2004 وكتب ان الجون تسبب فيه عبد الظاهر السقا جدا وهو المسؤول الاول والاخير. تصوري يا شيماء ان انا كنت طلعت من الملعب، كنتش موجود في الملعب اصلا. كان رد فعلك عامل ازاي؟ انا ما كنتش مصدق. بس هل كلمته وتواصلت معاه؟ قلت له انت ليه بتكتب عني كده؟ انا شفته بالصدفه، الصحفي ده شفته بالصدفه تاني، كان جاي مسافر معانا في بعض المعسكرات اللي بره ومسافر معانا. فبكل يعني ما والله انت حضرتك كتبت عليا مره في ماتش ان انا كنت متسبب، وانا اصلا كان الكابتن غيرني. حضرتك ما كنتش في الملعب اصلا. فقال لي خلاص جت فيك سقه، خلاص مش مشكله. والله. ده كانت من الحاجات اللي عمري ما انساها ابدا يعني، لكن انا فيا، انا بقول ميزه وعيب. انا مش بتاع كاميرا قوي، مش بتاع ان انا اخطف الكاميرا، ما بعرفش اعمل حاجات تخطف الكاميرا، ما بعرفش، عندي التواصل مع الصحفيين وانا لعيب، بتكلم وانا لعيب دلوقتي لا كلهم صحابنا وخلاص بقينا مهنه واحده، لكن كان عندي التواصل ده مش كويس خالص، ودايما كنت اقول النجم هو ان الناس تروح له الملعب بالظبط، ما يتكلمش كتير ويشتغل كتير، وده كان منهجي وانا صغير لحد ما بطلت كوره، والحمد لله رب العالمين لحد ما لعبت لحد ما بطلت، وانا واخد نفس المنهج ده لحد اخر ماتش ليا في كاس مصر مع الزمالك وكسبنا الكاس، وده كانت اخر ماتش ليا العبه مع نادي انبي ان انا اخد كاس مصر، وده كان اخر ماتش ليا. لكن الحمد لله انا بقول بفتخر دايما قدام ولادي ان انا عملت التاريخ ده، تكلمي في 112 ماتش دولي، تكلمي على 3 بطولات دولية أفريقية، تكلمي على بطولة كاس مصر، تكلمي على أحسن لاعب 3 مرات في تركيا، فالمسيرة دي كلها عشان تعمليها بره الأهلي والزمالك دي بتحتاج صعبة مجهود جداً. صعبة جدا، صعبة جدا، ممكن تتقال صعبة وإحنا قاعدين، لا لكن تفاصيلها صعبة فعلا. صعبة فعلا. مين اللي قال كابتن عبد الظاهر السقا هيلعب مدافع؟ يعني وهل مثلا في البدايه كنت تلعب في مركز تاني وبعد كده لعبت مدافع؟ اتصور ان انا كنت في الاول بلاي ميكر. انا من الاول خالص كنت نمر 10 بلعب بلاي ميكر تحت الفرويد، وبعدين في سمات طلخه في درجه ثالثه، ده كان اول مدرب يلعبني ليبرو، الكابتن بولبول بيومي ولعبني ساعتها ليبرو، ولا انا محتاج حد يلعبني كوره من ورا، وكان حد ناقص عندنا الليبرو ناقص، فانا مفيش حد دلوقتي بيلعب بالليبرو يا كابتن. لا ما حدش في الوقت ده خلاص. خلاص. واللي لعبني سيرد باك كابتن جوهري، خلي بالك اللي نقل لي من حته الليبرو لسيرد باك او مساك كابتن جوهري، هو اللي اقنعني بيها لان انا اصلا ما كنتش مقتنع بيها كسيرد باك، واحكي لك الحكايه دي لانها مهمه جدا. فلما لعبت ليبرو وانا صغير اتألقت جدا وبقيت بلاي ميكر بس من ورا وعرفتها كويس جدا، فخلاص ثبتت فيها ورحت النادي المنصوره فيها على فكره، ولعبت فيها في نادي المنصوره وتألقت ورحت منتخب مصر ليبرو، وصلت لحد منتخب مصر مع الكابتن جوهري ليبرو ومنتخب اولمبي، وبعدين اقنعني ان انا لازم اكون سيرد باك. فكنت بساله دايما ليه يا كابتن انا ما بحبهاش، يعني ما بحبش المركز ده، بحس ان في التفكير فيه قليل، انا دايما رد فعل واللي قدامي فعل
فانا مش حاسس بنفسي فيه، كنت بتكلم معاه دايما. انا مع المديرين الفنيين بتحاور معاهم جدا، وبحب ان انا اتحاور معاهم في الخطه يعني طول حياتي وحتى وانا صغير. فقال لي بص يا عبد الظاهر، كمان سنتين مش هنلعب بليبرو. بص بقى كابتن جوهر وعظمته طبعاً، وعظمته وتفكيره ورؤيته ان انا كمان سنتين مش هلعب ليبرو، فانت كمان سنتين هتنقرض، انت مش هيكون ليك مراكز في الانديه، فلازم تتعلم الحته دي. فقلت له طب خلاص اصبر عليا، يعني لازم تصبر عليا. قال انا صابر عليك، وانا شايف ان انت العشر سنين بتوع منتخب مصر الجايين انت اللي هتلعبه. خلي بالك بيقول لواحد في درجه تانية، مش مثلا لعيب اهلي وزمالك ونجم ومكسر الدنيا، لا ده بيكلم لعيب في نادي المنصوره كنت ساعتها درجه تانية، نزلت الفرقه درجه تانية. فانا شخصيا ما كنتش مصدق نفسي، يعني انا هو بيتكلم قلت ده تحفيز من المدرب او المدير الفني. لكن الحمد لله لحد فعلا ما بطلت 12 سنه منتخب مصر، كنت انا السيرد باك الاساسي في منتخب مصر، ودي كانت نقطه تحول في حياتي مع الكابتن جوهري العظيم اللي انا بقول عليه ان لو كان الكابتن بلبل او الكابتن حسن مجاهد اثروا فيا في حياتي طبعا ان هم ظهروني للناس وده الاساس يعني، لكن اللي حطيني على دوليا وكابتن كمال عثمان طبعا عشان ما انساش حد، لكن عشان ما انساش كابتن جوهري، هو لو كان في حاجه اسمها عبد الظاهر السقا بعد ربنا سبحانه وتعالى فيكون هذا الرجل، لان الراجل ده جابني من مكان لا يكاد حد يعرفني فيه. صحيح. وظهرني للعالميه واداني احتراف، وشفت كوره انا في حياتي ما كنتش اتخيلها ان انا اكون موجود. رحمه الله عليه. مين اول شخص بشرك قالك انت في المنتخب؟ منتخب مصر الكبير ولا الكبير؟ الكبير. دي فيها برضو حته كوميديه. انا كنت ساعتها خاطب، فكنت قاعد عند خطيبتي في الدور الثاني، فهو التليفون تحت اللي اتصل. تحت فين؟ عند البقال؟ لا لا لا، امال فين؟ لا لا تحت في الدور الاولاني. ماشي. فاللي اتصل الكابتن محمود الجوهري شخصيا. وانا مش مصدق طبعا. فالولد نسيب. لا فهمني الحته دي، يعني التليفون في الدور الاولاني وانت عند خطيبتك وكابتن محمود الجوهري جاب رقم خطيبتك منين؟ ما هو ده اللي انا برضو ما سالته عليه، كلمني في البيت فقال له عند خطيبته فجاب نمره خطيبته. لا كابتن جوهري حاجه تانية خالص تماما، احكي لك عليه حاجات مش هتصدقيها يعني. فلما اتصل بيا انا محمد اخو مراتي، كلمه في التليفون رد عليه فبيحسبه واحد بيعاكس. فقال له يا ابني انا الكابتن محمود الجوهري. كابتن محمود كان له كاريزما، بيكلم واحد في قريه بيقول له انا محمود الجوهري. فالولد طبعا رمى السماعه وطلع لي فوق جري طبعا، هو بيكلمني، هو ما كملش الكلام اصلا، وانا خدت السلالم فاكرها، خدت السلالم تقريبا في 10 ثواني، يعني لو خدوني في سباق 100 متر كنت كسبت. انت كابتن محمود الجوهري برضه. فمسكت التليفون تاكدت ان هو ايوه كابتن، ازي حضرتك كابتن، ازي حضرتك؟ قال عبد الظاهر انت معانا في منتخب مصر. انا طبعا ساعتها يعني مش هقول لك طبعا الاحساس اللي انا حاسه، اكيد كنت طاير. حاضر يا كابتن، تمام يا كابتن، تكون موجود في المكان في المكان ده الساعه كذا، ما تتاخرش، وانت يا ابني لعيب كويس. شكرا كابتن عبد الظاهر. قفل. خلينا بقى ناخد التفاصيل وكل حاجه حصلت في اليوم ده. تقول لي طلعت وقلت ايه لخطيبتك وحماك كان موجود وحماتك قالت لك ايه وعملتوا ايه، بس بعد ما نطلع للفاصل ده. فاصل سريع ونرجع نكمل بعد كده حوارنا مع كابتن عبد الظاهر السقا. فاصل. رجعنا تاني ولسه مكملين حوارنا النهارده مع كابتن عبد الظاهر السقا، وقفلنا كلامنا على بقى اللحظه اللي اتكلم فيها كابتن محمود الجوهري وبلغك خلاص انت موجود معانا في المنتخب. مين كان حواليك؟ اولا خطيبتي واهلها. اهلها كلهم. والشارع. والشارع كله. هو الخبر انتشر طبعا جامد جدا، وعلى ما خلصت تليفون كان كل الناس حواليها بقى بتبارك لي. كابتن عبد الظاهر وهو صغير كده فتاه احلامه كان شكلها عامله ازاي يعني؟ طويلة قصيرة بيضة سمرة رفيعة كيرفي، يعني كانت عاملة ازاي؟ هتصدقيني يا شيما ان انا ما فكرتش في الحتة دي، ما لحقتش افكر. في حد ما بيفكرش؟ ما لحقتش افكر.
ومراتي اول واحده شفتها، اول واحده عجبت بيها. تصوري يا كابتن عبد الظاهر بقى. لا ده من حاجات الصدف يعني اللي هي بص احنا طبعا واحنا صغيرين الحته دي، لان انا دايما وانا صغير كان دايما يقول لي انت يا ابني تفكر كتير وعندك تطلعات كتير قوي. انا وانا صغير، حتى وانا صغير التطلعات دي ما كانتش موجوده غير في الكوره بس. اه بس بس انا تقريبا يعني مدمن كوره. شريكه حياتك دي ما كنتش مثلا بتحط في دماغك انا هتجوز واحده مثلا شكلها كذا، عامله كذا، اتعلمت كذا، اهلها عاملين كذا؟ اكيد. والله انا لما شفت مراتي اعجبت بيها، كانت دي اول واحده تلفت نظري، اول واحده. وعلى فكره مراتي يعني اتجوزتها وانا تقريبا ما حلتش حاجه. ايوه عايزين بقى نتكلم في الموضوع. يعني كان عندك كام سنه؟ انا بلاش عشان ده مش صح يعني. كان عندك وقتها كام سنه؟ انا متجوز عندي 22 سنه. بس مش صغير قوي يعني. لا يعني لا في الفتره دي مش صغير قوي يا كابتن. لا ما مراتي 17 سنه. كانت 17 سنه وقتها. اه في فرق بينكم 4 سنين بس. حلو قوي. حلو قوي. طيب كنت احترفت ولا لسه؟ لا ما كنتش احترق. بقول لك ما روحتش اصلا، ما كانش في فلوس اصلا، ما كنتش من روحت اي اللي انا بكلمك فيه ده كله. كنت لسه في سمات طلخه. في سمات طلخه. لا لا وهي يعني كانت معاك من نفس القريه. من نفس القريه. كانت جارتك؟ لا مش جارتي. لكن هي يعني في نفس القريه، كلنا عارفين بعضينا يعني. فلما شفتها عجبت بيها. شفتها فين بقى؟ كان في فرح؟ كان في اسبوع؟ كان في ايه؟ عندي اولاد يا شيما. لا طبعا شفتها بالصدفه في الشارع وعجبت بيها. ماشيه في الشارع عادي؟ ماشيه في الشارع. عجبت بيها. وطبعا انا دايما دايركت، ما بروحش شمال ولا يمين، وده حياتي كلها. رحت لمين لما شفتها وعجبتك في الشارع؟ رحت سالت عليها الاول. بنت مين ديت؟ وده لازم اعرفها يعني. مش عارفها، ما عنديش الحته دي خالص، ما اعرفش كتير قوي. فلما عرفت اهلها كلمت ابويا على طول. فيا ابني بتتكلم كان عندي 18 سنه. 18 19 سنه. فاحنا هندخل بأنهي طريقه؟ كان في خطوبه قبل كمان الجواز. أيوة اللي هو وانت عندك 21 سنه ونص. طبعا ما شاء الله. ده احنا اتجوزنا وقتها. ايوه دي كان وقتها. مراتك عندها 15 سنه مثلا. ايوه. طيب وبعدين احكي لي بس ايه اللي حصل. فكلمت ابويا. ابويا قال لي طب احنا ازاي؟ طب هنقول لهم ايه؟ طبعا انا من عيله يعني. احنا بنتكلم دلوقتي عن الماديات بقى. ماديات. عن المهر وعن الشبكه وعن الفرش وعن البيت ازاي؟ طب ازاي؟ هتقول لهم ايه صحيح؟ طب انا لما ادخل هقول لها بعد قد ايه هتجوزك؟ فلو خدنا ميعاد لازم ما معيش فلوس. طب خليني اسالك، وقتها انت كنت نجم بقى في القريه بتاعتكم؟ القرية خلاص بس في القرية. يعني نجم بقى والبنات بقى، انت النجم الوحيد اللي موجود في القريه، فاكيد البنات كلهم يعني بتحبك. بس بيقولوا عبد الظاهر بيعرف يلعب كوره ده وبتاع، وبعدين يجي يتفرجوا عليا في الملعب. ما كانش في معجبات في القريه خالص؟ لا 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 ما يمكن كان في وانت ما تعرفش. والله العظيم يا شيما انا في الحته دي، وبعدين صحابي كمان ما كانوش معاهم الحته دي. فاصحابك هم بنفس هدفك. فاحنا كل حكاياتنا مش على الحته دي، كل حاجاتنا هننجح ازاي، او هنروح ازاي، او هنلعب الماتش ده ازاي، طب هنحضر نفسنا ازاي. وبعدين انا كل يوم تقريبا عندي في القريه ماتش. وانا اصلا وانا صغير كانوا بياخدوني يعني مثلا ايه، عندهم ماتش في بلاد تانية، فكانوا يجوا ياخدوني ويدوني فلوس ويقولوا لي عايزينك الماتش ده بكذا، فكنت اقول لهم ماشي. طب انت فاكر كنت بتاخد كام يعني لما يجوا ياخدوك بقى يستعينوا بقى بنجم النجوم ياخد كام في الماتش؟ لا لا بتكلمي في 5 جنيه 10 جنيه يعني. انت كنت لا يا شيما انت صعبه، لو سمحت اقلبي على الموضوع. طبعا انت خدت كل الخمسه والعشره دول وحطيتهم بقى في المهر والشبكه. لا انا ساعات وانا داخل على مراتي واهلها قلت لهم ايه بقى؟ مفيش. انا ابويا طبعا خطبها من ورايا، كنت انا رحت منتخب اولمبي، ولما رجعت قال لي مفاجاه. فقلت له ايه؟ طبعا دي كانت حاجه برضه مهمه جدا. قال لي خطبت لك عبير يعني. فقلت له لا بتهرج. قال لي والله رحت لاهلها ووافقوا وبتاع. احنا الحمد لله في البلد. قلت له ايه بقى؟ طبعا قلت له طب وديني عند اشوف بقى خطيبتي بقى. ده يعني كانت طبعا ان انت اعجبت بيها وحبيتيها، فان انت تحققي هدفك. فده كان طبعا مهم جدا، لان انا بقول دايما عبد الظاهر انت حبيتها لما شفتها واعجبت بيها في الشارع؟ ليه بس كده يا شيخ؟
لا انا عايزه اعرف حاجات بقى دي أيوة من زمان. ايوه برضو الحب من 20 سنه مختلف عن دلوقتي. لا هو طبعا انا صاحبي كان صاحبتها قريبه صاحبي فطبعا خد رايها وهي وافقت. فكان في بقى مراسيل ما بينكم. مراسيل مراسيل ايهاب توفيق ربنا على الاغنيه دي. بس فهو لما رحت بقى لاهلها انا اتكلمت بنفسي وقلت له عم صلاح طبعا الله يرحمه وده كان ابويا التاني الله يرحمه ووقف جنبي جدا وصدقني ووقف جنبي ومن الناس اللي اتاثرت ان لما ماتت عم صلاح الالف طبعا فده كان ابويا التاني لما ابويا مات هو عوضني كان سيب ليا وعرفني يعني ايه حياه لان ما كنتش اعرف يعني انا كنت بلعب كوره بس لا افقه شيء عن الحياه واضح فلا هو هندلي حياتي كفلوس عرفني يعني ايه دنيا عرفني يعني ايه ان الفلوس اللي جايه دي مش بس ان انا لازم اصرفها لازم طبعاً. استثمر فيها لازم تعمل لبكره بالظبط لازم تعمل بكره وانت بقالك عيله خلاص لازم تهتم بيه صحيح طيب قول لي لما رحت وقلت له انا دلوقتي أنا ولا معايا جيبي غير 20 جنيه قلت له انا معايا 20 جنيه لا بس ما كمان قلتلوش كام طبعاً سنه ما قلتش كمان 20 جنيه اللي ياخدوهم لا طبعا تبقى مشكله هو قال لي انا عايز مهر كذا ومش عارف ايه قلت حاضر 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 وابويا يبص لي هي ورزقها بقى يعني فاهمني بس من اللحظه دي سبحان الله يعني سبحان الله ودايما اقولها يعني انت طالما ناوي خير ورايح المكان المظبوط وبتروح في حته ما فيهاش حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى انت ربنا يرزقك ما تخافش اتعب واجتهد وبس وربنا يرزقك ومن ساعتها والله شيما والحمد لله رب العالمين من اول ما خطبت مراتي وانا منتخب اولمبي منتخب اول وبعدين احتراف وبعدين النادي الاهلي فتره طويله جدا ونادي الزمالك فتره طويله جدا اتخانقوا ان هم ياخدوني صحيح الحمد لله من ساعتها وانا في خير ونعمه بحمد ربنا عليها كبيره جدا بتقتنع انت بمقوله ادمها ادم خير وادمها يعني من ساعه ما دخلت حياته وهي بومه انا ما شفتش الادم التاني ايوه فأنا بس انت أنا دايماً مقتنع خير. جدا بالخير أكيد طبعًا أكيد طبعًا معتمد جدًا وأنا أقول دايمًا إن مفيش بيت بينجح من غير ست فاهمة يعني لو 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 لأن حياة لعيبة الكورة صعبة جدًا دايمًا في معسكرات دايمًا بيجي فرحان ودايمًا بيجي زعلان ودايمًا عنده عقود دايمًا عنده تفكير كتير دايمًا في حياته صحيح الكلام ده بيحصل له كل سنة وبعدين بياخد جزاءاته فورية من الجمهور فلا الجمهور يزوم عليه لا الجمهور يحييه صحيح فهو لو راح البيت ومراته مش فاهمه الكلام ده لا ده هو هيعيش في فتره لان اولا مراته كرويه جدا بتفهم في الكوره بشكل بتفهم في الكوره قبل ما تعرفها ولا بتفهم في الكوره بسببك يعني من حبها فيك فخلاص بقت بتفهم في الكوره اقول لك هي اهلاويه جدا ولما كسبنا النادي الاهلي خصمتني جدا بجد والله والله خصمتك ساعتها اقول لها يا بنتي ده شغلي لازم ما ينفعش هما كلهم العيلة كلهم أهلاوية ده ممكن يكون سبب انك ما رحتش نادي الزمالك؟ لا 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 خالص انا محترف جدا من وانا صغير خلي بالك انا كنت رايح النادي الاهلي عشان النادي الاهلي هو الوحيد عشان كسبت الاهلي في ماتش ولو لعبت في الزمالك كانت عملت فيك ايه بقى؟ لو هي كانت مراتي كانت ماشي انما هي كانت خطيبتي ما كانتش مؤثرة قوي فساعتها فهمت يعني ايه لعيب كوره وفهمت انا رايح فين وده مهم جدا اللي انا بحكيه في ده خلي بالك تجارب قدامي فشلت انا بقول لك فشلت بسبب ان البيت مش فاهم يعني ايه لعيب كوره صح البيت مهم جدا جدا مهم الاستقرار النفسي بالنسبه للعيب الكوره مهم جدا يمكن بيشكل 80% في قرارات انا خدتها لو مراتي كانت قالت العكس انا كنت رحت في حته تانية في حاجات انا طبعا في فتره الاحتراف جه عليا صعوبات كتير اكيد كنت فتره من فترات كنت خلاص وصلت لمرحله ان انا عايز انزل مصر بقى فتره من فترات برضو كان الاولاد ما لهمش مدارس في البلد اللي انا بلعب فيها في تركيا وكان زوجتي لازم تنزل بالاولاد في مصر عشان المدارس بتاعتهم وكان ساعتها اول مره نفترق كاسره وانا بيتي جدا وانا الحمد لله رب العالمين ما اعرفش حاجه غير الشغل والبيت ما اعرفش حاجه تانية تماما يعني وده من عيوبي برضو خلي بالك لا بالعكس دي مميزات لا لا والله من عيوبي في مصر طلع انها عيب لا لا ما تقولش الكلام ده كنت ساعتها خدت قرار ان انزل مصر ولا اكمل
لا نفترق عن بعض. وده كانت بالنسبه لي صعبه جدا، لان عيلتي بتمثل لي باور كبير جدا 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 بيساعدني في شغلي. لان انت عارفه الغربه، انت واسرتك بس. صح، يعني انت بس. ده الواحد لما بيسافر يقعد شهر بيبقى متضايق ومش طايق نفسه وزعلان وعايز يرجع يشوف اهله وعايز يشوف صحابه. انت بلاد مش عربيه طبعا، انت محترفه حتى الكلام صعب. حتى الكلام ليكوا صحاب اتراك، لكن الاساس البيت. اكيد هون عليا الموضوع ده الكابتن محمد يوسف والكابتن احمد حسن طبعا. فتره كبيره، لكن لما سيبنا بعض انا وكابتن محمد يوسف بقينا لوحدنا كاسره. فانا بقتش مراتي بس، بقت صاحبتي، بقت باخد قرارات معاها لان مفيش حد اكلمها الا انا وهي. بقت مديره اعمالك خلاص كمان. بقت مديره اعمالك، فبتاخدي رايها في حاجات. فلا انساها خالص الموقف ده، قالت لي انت عاوز ايه اعمله؟ يعني انت عاوز ايه؟ ايه اللي يريحك اعمله؟ وادتني ساعتها سبورت كويس جدا، مالكش دعوه انا هنزل بالاولاد، انا قادره ان احنا نعيش في مصر مش مشكله خالص. وساعتها بص بقى الاحتراف. المدرب اللي كان ماسكنا باع الجبهة عشان شافني المشكله دي مهمه بالنسبه لي وعيلتي مهمه بالنسبه لي، وقال لها ما تخافيش انا هنزل لك عبد الزار كل اسبوع او بكتير اسبوعين. الله. كانت ساعتها بتقول لي انا فخوره جدا ان انا جيت والمدرب والمدير الفني يقعد معايا ويقول لي ما تخافيش انا هنزل لك عبد الزار كل اسبوعين. انا ساعتها انا كنت كل اسبوعين بنزل مصر، كل ما يفوتش اسبوعين. بس ده برضه مرهق بالنسبه لك. مرهق جدا، لكن انا مرتبط باسرتي جدا، باولادي جدا. انا عندي ايه واحمد وجنى ما شاء الله ربنا. عندي ايه اخر سنه في اسنان. ما شاء الله. انا متجوز بقى من ما انا قلت لك يا كابتن. والله ما يبانش عليك ابدا. يعني ما يبانش عليك ابدا. عندك ما شاء الله دكتوره. لا دكتوره خلاص اخر سنه. عند احمد بيزنس جامعه، اولى جامعه. عندي جنى ثالثه اعدادي ما شاء الله ربنا يخليهم. فيعني في فرق كبير اكيد ما بين الزوجه وما بين شريكه الحياه، وانت الحمد لله ربنا رزقك بشريكه حياه. ده من نعم ربنا عليا طبعا، ان انا ربنا رزقني بحد اولا فاهم في شغلتي، ثانيا بيحبني، ثالثا هو كل ما يعني هي دايما تقول لي كل ما بتنجح انا الحمد لله بحس ان انا ماشيه كويس. شركتك. طبعا شركتك. شركتي طبعا في كل حاجه. قلت لي ان حماك الله يرحمه علمك ازاي بقى ان اللي بيجي ما يتصرفش وما يروحش ولازم اعمل لبكره وانا عندي عيله وانا مسؤول. كان بيقول لك ايه؟ اولا كانت اول فلوس تدخل لي كان 98. ما دخليش البالك ده او فلوس اللي هي كام بقى؟ اللي هي 180,000. 180,000. ده كان وقتها ده رقم كبير قوي. 98. قعدت اجمع المكافآت. طب قبل دي هقول لك على حاجه مهمه جدا. انا لما فات سنه في المنصوره وانا خاطب مراتي وخلاص هتجوز، فانا معيش فلوس اجيب عفش. فرحت ساعتها للكابتن حسن مجاهد وقلت له انا عاوز فلوس. ما كان ساعتها الناشئين بيلعبوا 6 سنين قدام للفرق الكبيره من غير فلوس. لازم تقضي 6 سنين في حياتي. 6 سنين؟ 6 سنين كتير قوي. قانون كان رهيب يعني. فقلت له مش هقدر استمر كده، ولو سمحت انا محتاج فلوس لان انا عايز اتجوز، معيش فلوس ومعيش عربيه. يعني انا بروح منتخب مصر وكانش معايا عربيه. منتخب مصر الاول. مواصلات؟ كنت تروح بالمواصلات؟ يعني انا فاكرها. فيعني منتخب مصر الاول ومعيش عربيه. فروحت للنادي. بس ده اللي انا بقول عليه دايما كلعيب، طلع مشكلتك بره الملعب وقولها واتكلم، لكن جوه الملعب اوعى تنزل بمشكلتك، اوعى تنزل وتحمل نفسك اكبر من طاقتها. ابعد مشكلتك. انا ما كانش حد عنده مشاكل قدي، لكن انا كنت بتكلم بره الملعب بحديه جامده جدا. انا محتاج فلوس، وساعتها ما كانش يحق لي ان انا اخد فلوس. ساعتها اداني 60,000 جنيه، لكن مضاني على بياض، يعني مضاني عقد ان انا لما اخلص 6 سنين ابدا عقدي. فده كانت عقبه ان انا ما اروحش اهل وزمالك. 60,000 جنيه عملت بيهم ايه؟ ده طبعا وقتها يحلوا لك مشاكل الدنيا كلها. جبت الشقه بقى كلها خلاص، ظبطت الشقه وخلاص. اشتريت شقه؟ لا معايا انا بيتنا. كانت موجوده اصلا؟ بيتنا. بيت ابويا. وفرشت البيت وعملت فرح وجبت شبكه. كل حاجه ب 60,000 جنيه. مشوارك بقى الاحترافي بدا امتى؟ مشوار جه بالصدفه. يعني برضه اقول لك، انت كل ما تشتغلي ما تفكريش انت تشتغلي فين. ما تقوليش لنفسك ان انا في المنصوره او سمات طلخه فما حدش شايفني.
لا ما تعرفيش الظروف فين. اشتغلي كويس، اجتهدي، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيكافئك. موضوع الاحتراف، انا كان نادي الاهلي وصل لمرحله انه هيدفع 800,000 جنيه للمنصوره خلاص، وده كان اكبر رقم مع بعد الكابتن رضا عبد العال لما كان دفع فيه 600,000، كان كل الجرايد بتكتب عليه. كنت انا اغلى واحد بعدها في مصر ان النادي الاهلي يدفع فيا 800,000 جنيه. وقتها رحت قابلت الكابتن صالح سليم، وده كانت برضو حاجه صعبه جدا ان الكابتن صالح قابلته المايسترو بقى. المايسترو طبعا، وانت عايز تلعب في النادي الاهلي؟ فقلت له اه. قال لي خلاص اعتبر نفسك في النادي الاهلي. فده كانت برضو نقط مهمه جدا في حياتي. فطبعا يوم ما النادي الاهلي راح يخلص نادي المنصوره ويجيب الاستغناء، ده اليوم اللي كلمني الكابتن محمد يوسف في تركيا، قال لي النادي عايزك في تركيا. فرق يوم، صعب قوي، فرق يوم. وساعتها قلت طب النادي الاهلي ولا الاحتراف؟ فانا طبعا فضلت الاحتراف واستاذنت النادي الاهلي ومشكورين، لان انا كنت ماضي للنادي الاهلي، وقلت له انا هاخد سكه الاحتراف، واحترموا رغبتي وسافرت ساعتها. ده كانت مهمه جدا في حياتي. فاكر اول مره سافرت فيها لتركيا وقت الاختبارات كنت حاسس بايه؟ قعدت فين؟ وفروا لك ايه في النادي؟ كان معاك اسرتك ولا لا؟ لا انا رحت لوحدي الاول وكلموني، بس انا كنت لعيب منتخب بقى ومشهور. فطبعا الطبي عملنا كشف طبي، طبعا الجمهور مقابلك هناك، واجواء احترافيه ما شفتهاش، امكانيات انديه مش متخيل، اوضه اللبس مختلف برضه جدا جدا يعني، الجيم بتاع النادي، الملاعب التدريب كتير، 8-9 ملاعب تدريب. فكان بالنسبه لي ما شفتش لسه الحاجات دي، لكن كنت مبسوط جدا ان انا اتنقلت. بس اللي خاف عني كابتن محمد يوسف كان راح قبليه، كان متواجد قبليه في النادي وانا رايح معاه. فطبعا قعد يحكي لي النادي هنا ايه والنظام هنا ايه، وساعدني كتير في المرحله الاولانيه، وعشنا مع بعض سنه ونص سنتين مع الكابتن محمد يوسف، كانوا كويسين جدا. والنادي ده كان لسه طالع من درجه ثانيه، تصور لسه طالع من نادي درجه ثانيه، خدنا الخامس في الدوري. فطبعا تالقنا بشكل كبير، اكيد بشكل كبير جدا، يعني عملنا سيزون غير طبيعي بالفرقه انا وكابتن محمد يوسف. وكان وقتها كل الناس بتتكلم عن المصريين اللي راحوا، كان وقتها راح احمد حسن قبلينا ومدحت عبد الهادي، وانا وكابتن محمد يوسف رحنا بعديهم، فسمعنا جامد في تركيا. الحمد لله عملنا اسم. الحمد لله كل راح تركيا قال لك الحمد لله السقا يعني عمل اسم كويس. الفرق ما بين المحترف المصري اللي بينجح وبيعمل اسمه وبيسيب اسمه وبيسيب بصمه زي ما حضرتك بتقول كده، وبين المحترف المصري اللي بيفشل باحترافه وبنلاقيه سنه اتنين وراجع تاني كانك ما عملتش اي حاجه، في فرق اكيد كبير جدا هنعرفه اكيد من حضرتك، لكن بعد ما نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عبد الظاهر السقا. لسه مكملين مع كابتن عبد الظاهر السقا، والكلام طبعا حلو قوي معاك يا كابتن. وكنا قبل ما نطلع للفاصل بسالك عن اللاعب المحترف، اللاعب المصري المحترف اللي سافر بره تركيا، اوروبا، وحتى دول عربيه، ايه اللي بيميز لاعب زي كابتن عبد الظاهر السقا نجح وساب اسمه وساب بصمه زي ما بتقول، ولاعب تاني قعد سنه ولا ما كملش حتى سنه كام شهر ورجع؟ واحد، الالتزام، وده شيء مهم جدا في الاحتراف. انت الناس بره ما تعرفكش شخصيا ولا بتتعامل شخصيا، تتعامل ان في حد ولا كانوا متابعينك حتى لو انت كنت نجم في بلدك ولا يعرفوك. خلاص انت رايح حته تانية تبني اسم جديد في مكان جديد. فرقم واحد بياخدوا انطباع عنك، هل انت ملتزم ولا مش ملتزم، وده شيء مهم. لما بتاخد اجازه بتنزل مصر وتاخد لك يوم زياده وتقول لهم امي كانت تعبانه ومش عارف ايه الحاجه دي، تمشي عليهم مره، انما المره الثانيه بيعملوا لك اكس. لان هم ما عندهمش تهريج، لان احنا بالنسبه لهم كمحترفين مش لعيب الكوره، احنا استثمار. احنا بالنسبه لهم مشروع، فالمشروع ده لو ما مشاش بالتزام واحترافيه هيخسر النادي. فده بالنسبه له ما عندوش اي حاجه شخصيه معاك، لكن صحيح. انت بالنسبه له لا، انت بقيت تخسره فلوس. فهو النظره للناس بره غير نظرتنا احنا للكوره. احنا هنا لسه لحد الان
عاوزين اللعبة الحلوة نشجعها، عايزين الجمهور يسقف، عايزين الناس تبقى مبسوطة ومن غير أي احترافية. احنا هناك حاجة اسمها مشروع واستثمار، في مشروع في استثمار. المشروع والاستثمار مين اللي بينفذه؟ اللاعبين. يبقى اللاعبين لازم يكونوا ملتزمين أولا، غير انت بقى لعيب كرة، ده أهم حاجة شرط فيك ان تكون ملتزم. فملتزم في مواعيدك، ملتزم في 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 نومك وصحيانك وصحتك، وده شيء مهم جدا. مهم جدا تطويرك، وده المهم، ان انت رايح بثقافه معينه، بمعلومات معينه، بموهبه معينه، انت هناك الناس عايزه تطورك. فانت لو ما تطورتش مع الاحداث اللي هناك، انت لا هتفضل بالنسبه لهم ستيبل، يعني هتفضل ثابت المستوى. فثابت المستوى ده انت بالنسبه لهم رقم معلاش. فانا ببص لك نظره الناس ليه الناس فشل. اتنين، حياتك الشخصيه عامله ايه؟ وده المهم جدا. حياتك الشخصيه، اه طبعا، حياتك وشريكه حياتك، وشريكه حياتك وبيتك. ولو ما كنتش متجوز، حياتك الشخصيه عامله ازاي؟ كلامنا النهارده كان مليان بقى كلام عن نصك الحلو وعن زوجتك مدام عبير الالفي، فهي معانا دلوقتي على التليفون. ايه ده؟ مساء الفل على حضرتك. ايه ده، رضت انها تدخل. مساء النور، ازي حضرتك، عامله ايه؟ منورانا اكيد يا مدام عبير. والنهارده اتكلمنا عنك كلام كتير جدا. كابتن عبد الظاهر يعني قال ان الفضل بعد ربنا، واهله اكيد طبعا بيرجع لزوجته اللي كان وشها وشها حلو عليه، وقدمها قدم السعد، وقد ايه كانت مسانده ليه هي واهلها. يمكن حكى لنا حاجات كتير قوي من اول حتى يوم اتقابلته فيه، وقال لي اتقابلته في الشارع؟ اه. ما هتغير الكلام؟ لا لا، مش هغير الكلام. هو قال كل حاجه؟ هو قال كل حاجه. بصي ما سابش اي حاجه والله. طيب احنا مش كل حاجه يعني؟ لا، ما انا عايزه اعرف بقى كل حاجه. مدام عبير، كنا بنتكلم عن دور الزوجة وقد ايه بتتعب وقد ايه بتكافح مع اللاعب طبعا في مشواره الاحترافي، بيكون ليها دور كبير. لو اتكلمنا عن الصعوبات اللي قابلتكم وانتم موجودين في تركيا، يمكن الكابتن ذكر كام موقف كده، اكيد انت كان ليكي دور كبير جدا وشلتي مسؤولية كبيرة جدا، فعايزك تكلمينا عن المواقف دي. هو طبعا اكيد، بس انت عايزاني احكي كل حاجه من اول ما رحنا؟ احنا قعدنا 12 سنه يعني. اه انا عارفه ان انتوا قعدتوا هناك 12 سنه. اه، انا عايزاكي تقولي لي بقى اصعب المواقف اللي عدت عليكم هناك. اه قولي براحتك، احنا عايزين نسمع. لا، هو في مواقف كتير اكيد. بالنسبه لي انا اول ما رحنا تركيا، انا ما كنتش عارفه اللغه التركيه، هما كمان ما بيتكلموش انجلش هناك. فهي دي كانت مشكله جدا. اول ما رحنا على طول يا دوبك انا حطيت الشنطه وعبدالله سابني، راح معسكر قعد حوالي اسبوعين. وانا قاعده بقى مع نفسي كده ولا عارفه اي حاجه، فكانت مشكله بالنسبه لي انا، فكانت الموضوع صعب قوي. ده اول موقف اول ما رحت. ثاني موقف بعديها بشهر كده على طول حصل الزلزال، اللي هو كان الزلزال القوي ده. كانت لوحدها طبعا. يا عيني كانت لوحدها، نزلت الشارع يا عيني. فكان المواضيع صعبه جدا يعني، اول ما رحت كده ما فيش يعني، اخذت مواقف كتير قوي لوحدي مع نفسي كده، فكان الموضوع صعب قوي. في مواقف كمان كتير جدا حصلت يعني، برضه ماتشات كانت بيبقى في مواقف صعبه جدا في الماتش وبتاع، فكان بيبقى في ضغط عصبي جامد على عبد الظاهر وعلينا احنا في البيت والولاد. يعني طبعا اكيد مرينا بحاجات كتير جدا. الموضوع مش سهل، الناس زي ما الناس فاكره ان الغربه بالناس بتروح ومبسوطين هناك، لا طبعا. يعني في حاجات كتير جدا مرت علينا، كفايه ان احنا بس بنبقى في رمضان حتى لوحدنا، ما معناش العيله وبتاع، مواقف بتبقى صعبه جدا بالنسبه لنا يعني. هو كمان كان دايما معسكرات كتير جدا، كان على طول سايبنا، كان الولاد صغيرين، فكنت بضطر ان انا اواجه كل ده لوحدي، فمواضيع طبعا بتبقى صعبه. كابتن عبد الظاهر كمان قال لي ان فتره من الفترات كان لازم الاولاد يروحوا على مصر، يرجعوا تاني على مصر ويتعلموا هناك، وانت اضطريتي طبعا ان انت تكوني مع الاولاد هناك وهو كان موجود في تركيا. قولي لي القرار ده انت خدتيه ازاي؟ هو كان قرار صعب جدا عليا وعليه طبعا. لكن انا يعني بصيت وشفت، قلت اهم حاجه هو مصلحته. هو طبعا كان لسه يعني في يعني بيلعب، وكان سنه صغير مش كبير، فكان مشكله ان هو يعني يسيب كل دوت ويرجع. ففكرت في كل ده، فقلت لا طبعا هو مصلحته اهم، انا اقدر اعيش في بلدي وكده وارجع وسط اهلي، هو يقدر يعني هيبقى لوحده والموضوع هيبقى صعب، بس هو ده مستقبله. وهو فعلا كابتن عبد الظاهر قال ان دي من الحاجات اللي اثرت عليه نفسيا جامد قوي طبعاً. لدرجه ان المدرب اخذ باله ان هو متاثر نفسيا ان انتوا مش معاه، فكلمك المدرب ورحتي قابلتيه.
ده حقيقي فعلا. هو فتره كده قعد طبعا لوحده، فكان خلاص كان تعبان جدا لدرجه ان هو كان في رمضان جانا يوم فطر معانا ومش على السحور، يعني اه دي مش عارفه من دي. كتر ما هو ما انا مره قطعت تذكره داخليه ساعه طيران، وبعد كده ركبت من انقره، ركبت من اسطنبول القاهره، جيت على الفطار مشيت على السحور. مشقة. اه لا ده كفاح، ده كفاح فعلا. هو علشان هو عبد الظاهر من نوع اللي هو عائلي شويه، ما بتحبش يعني يخرج كتير، فهو كان الموضوع ده صعب جدا ان هو يقعد لوحده مع نفسه في البيت لوحده، مش مع اي حد، يخلص تمرينه ويرجع البيت، فدي كانت صعبه عليه جدا. قابلتي المدرب بتاع كابتن عبد الظاهر؟ ايوه. قال لك ايه بقى؟ قال لك ما تقلقيش هسيبهولك ينزل كل اسبوع او كل اسبوعين؟ هو كان بيحب عبد الظاهر جدا يعني، ومقتنع جدا بعبد الظاهر، فلما شاف عبد الظاهر نفسيته تعبانه وكان خلاص فكره ان هو يرجع وكده، فراح قال لي طب انا ممكن اقابل مدام والولاد واشوفهم كده واقعد معاهم. فلما قابلني وكده قال لي بصي يعني وعد مني ان انا اخليه ينزل كل اسبوعين بعد كل ماتشين، يرجع يقعد يخوض يومين اجازه ويرجع تاني، يعني ايه رايك في القرار ده؟ فقلت له خلاص طيب ماشي، فيعني وافقت وبتاع، وكانت الامور ماشيه كويس الحمد لله. الحمد لله. بس برضه يعني ما كملتش قوي، لان برضه كنا تعبانين وهو تعبان برضه، يعني الموضوع ما كانش ماشي قوي، فالحمد لله ربنا كرمه ورجعنا تاني انقره، ورجعنا معايا تاني في انقره بقى. طيب مدام عبير عايز اسالك على حاجه في وسط الكلام كده، كابتن عبد الظاهر قال لي وانتوا مخطوبين قلبتي وشك عليه عشان كسبوا الاهلي، ده الكلام ده حقيقي؟ هو ايوه، هو عشان انا اهلاويه قوي بصراحه، فهو اليوم ده كان بيلعب الاهلي، انا بشجع الاهلي طبعا، فهم تقريبا ان هم كسبوا تقريبا وهو حط جون، فانا كنت متضايقه جدا وكنت زعلانه جدا عشان حط جون في النادي الاهلي يعني. طيب لما كابتن عبد الظاهر جاله الاهلي وفعلا وقع للنادي الاهلي وكان قدامه ان هو يحترف، ما قلتلوش لا خليك في الاهلي؟ لا طبعا، يعني هو انا زي ما قلت لحضرتك، هو عبد الظاهر انا بشوف دايما مصلحته ايه وايه اللي حبه. حتى هو باشمهندس عادل في يوميها هو قال له شوف يعني ده اللي يناسبك اكتر، فانا مش هقف قدام مصلحتك يعني. طيب لو كان قدامه الزمالك والاهلي كنت هتسيبيه يروح الزمالك؟ لا انت يعني مش عارفه. لا دي بقت محترفه خلاص. لا هو دايما والله بصي انا في مصلحه عبد الظاهر فوق كل حاجه، يعني انا جبت مصلحه عبد الظاهر فوق مصلحتي انا ومصلحه الولاد. فاكيد هو لو هو مصلحته ان هو يروح الزمالك وشايف نفسه ان هو في الزمالك هينجح وهيبقى افضل، فطبعا اكيد مش هقف جنبه، بس يعني هبقى قلبي مش مطوعني يعني، بس مش هقف جنبه يعني. يا مدام عبير نورتينا اكيد في اون سبوت، اكيد سعيده جدا ان انت كنت معانا، ويعني حلوه قوي ان الشخص او ان اللاعب المحترف يكون عنده شريكه حياه زي استاذه عبير، يعني اكيد فرقت كتير قوي في مشوار كابتن عبد الظاهر. مهم جدا، لان بيجي مواقف انت محتاجه مسانده كبيره جدا من البيت، ومحتاجه ان انت تاخدي راي حد تثقي فيه، فما بتلاقيش قدامك غير زوجتك لان هي اللي عايشه معاكي في الغربه. فقرارات مصيريه ممكن تغير لك، ممكن تغير لك مسيرتك في الكوره، ممكن توديك لفوق، ممكن تنزلك لتحت. فده طبعا خلي بالك احنا بنتكلم بعد 20 سنه كوره. صحيح. يعني وبندي لها حقها دلوقتي. لان هي تعبت وما كانتش في محطوط عليها الضوء. فاحنا بنتكلم عشان اللعيبه تتعلم. اللعيب تتعلم ازاي تختار شريكة حياتها رقم واحد، ولازم شريكة حياته اللعيب الكورة تفهم ان هو مش زي اي حد، تفهم ان ده حاجة سبيشال شوية، ده راجل مش لازم يعيش زي عيشة كل البني ادمين. فلو مش فاهمة كده هتتعب، لان هي برضو لها حاجتها في البيت، وهي عايزاه دايما موجود في البيت، محتاج انها يربي الاولاد معاها، يشيل مسؤولية معاها. لا لعيب الكورة يبقى لازم يفرغ دماغه للكرة بس، لان ده اكل عيشه. لان انا دايما اقول لو انت شغال شغله تانية بتديك نفس الفلوس نفس الشهر نفس الصحه، ممكن تقول لي وتروح تشتغلها تاني. صحيح. طيب اخبار البلد ايه؟ بتروح البلد؟ طبعا لازم. طبعا ده بلدنا دي، ما اقدرش، ده تاريخي. بتزورهم؟ طبعا اهلي بزورهم دايما. دلوقتي حاليا انا يمكن مقصر شويه في صحابي اللي هم القدام، لكن ليا صاحب طبعا شحاته صاحبي
ليا صاحب اسمه شحاته من واحنا عندنا 7 سنين. ده شريك حياتي يعني. لكن دايما اخواتي طبعا موجودين في البلد، دايما بروح ازورهم، يعني ما بيعديش اسبوعين ثلاثه غير ما اكون موجود، ده لازم. واحنا كمان رحنا وزورناهم في البلد. تعال نشوف التقرير ده مع اصحابك بقى ومع اسرتك في البلد ونرجع تاني. يلا. ظهر السقا من اللعيبه المميزين جدا، اللي كان عنده الجرأه ان هو في سن الناشئين تحت 15 سنه انه يلعب مع اكبر اللاعبين في نادي المنصوره. عبد الظهر السقا لما انتقل لنادي المنصوره كان موهبه كبيره جدا، واحنا ساعدناه والحمد لله بنقله الى نادي المنصوره، رغم ان هو كان في الاول لاول مره حد يعرف الكلام ده كان رافض جدا ان هو يمشي من الملعب ده، لكان متربي هنا هو وزمايله، وكان ليا الشرف ان انا اول مره اعمل في مجال التدريب ان انا امرن فريق تحت 15 سنه في نادي سمات طلخه، وكان عبد الظاهر احد اللاعبين المميزين جدا في هذا الفريق. عبد الظاهر السقا اللاعب الوحيد، انا نقلت لعيبه كتير جدا للنادي الزمالك، اللاعب الوحيد اللي رفض لانه كان بيحب النادي الاهلي جدا وكان نفسه يلعب في النادي الاهلي، لكن العين الخبيره للكابتن حسن مجاهد والحاج ابراهيم فضلوا ان هم ينقلوه الى تركيا لكي يحترف هنا. في اول يوم شفته في التدريب سالته انت اسمك ايه؟ قال انا عبد الظاهر احمد عبد الظاهر، كان بيلعب في وسط الملعب. فهنا حصلت مشكله كبيره جدا، قلت له لا انت من النهارده اسمك ابراهيم يوسف. فابراهيم يوسف ده كان من يعني افضل لاعب في افريقيا وافضل لاعب في مصر وافضل لاعب في نادي الزمالك. فطبعا كناشئ صغير فكر ان انا بتريق عليه. وراح البلد وقال لأهله، ده المدرب بيتريق عليا وبيقول لي انت اسمك من النهارده ابراهيم يوسف، هو كان بيلعب في وسط الملعب، قلت له لا انت هتتنقل هتلعب ليبرو في المكان ده. جه تاني يوم زعلان قلت له لا انت هتبقى لعيب كويس وفي المكان ده لغايه ما اعتزل اللي انا اخترته له، يلعب ليبرو ويلعب مساك، وهو كان عنده امكانيات يلعب في اي مكان في الملعب. نادي السمات طلب 15000 جنيه. طبعا كانت مشكله كبيره جدا في نادي المنصوره، هيدفع 15000 جنيه ازاي؟ ففي واقع يعني اسف انا هقولها وما حدش يعرفها الا الحاج ابراهيم. المهم صممنا في السماد ان هم ياخدوا 15000 جنيه، الحاج ابراهيم قال لي انا ما اقدرش. المهم الحاج ابراهيم اداني شيك ومضى امضى كده يعني، وقال لي الشيك اهو بس خلوهم ما يصرفوش الا بعد شهر. عبد الظاهر نشأته نشأة عادية جدا زي اي حد، نشأة بسيطة، تربي في قرية مطنطر، بدأ حياته كلاعب كورة في نادي سمات طلخة اللي احنا متواجدين فيه، وبدأ يتدرج بقى كده في مراحل حياته الكروية كده، اللي هو بدأ من نادي سمات طلخة للمنصورة للمنتخب الأولمبي لحد المسيرة بقى الاحترافية الكبيرة اللي هو عملها دي. موهبة عبد الظاهر السقا بانت من الابتدائي، كان في الابتدائي زمان بيعملوا ماتشات بين المدارس والكلام ده، فبدأ سيطة عبد الظاهر يعلو من في الفترة دي كناشئ في الابتدائي، فبدأ في النادي هنا السمات بدأنا نلعب وكده، وبدأت مرحلة التطور ده من كنا احنا الشباب صغير بيلعب سوري في الشارع، لقينا بدأنا نلعب في النادي بقى بشكل احترافي، بدأنا نسيب الدراسة أو كده أو ما نروحش المدرسة عشان احنا رايحين المدرسة، ونروح نلعب نيجي النادي بدري أو نروح نلعب ماتش في حتة معينة مع أصدقاء لنا في أماكن معينة كلام من ده. كانت الكرة واخدة حيز كبير جدا من حياته ومن اهتمامه، كان يعني الدراسة بالنسبة له في المرتبة الثانية، باستمرار متواجد معانا في كل مسابقاتنا ودايما يعني مثلا في الأعياد والكلام ده لما بيجي مثلا بيحاول يجي يوم بدري وكده بنجمع أصحابنا بنلعب كرة زي ما كنا بنلعب في ملعب خماسي بتاع، نروح نقعد مع الكابتن بلبل، نروح نتكلم مع ده، نحاول دايما حتى ما بروح له أو هو بيجي له كده بناخد أرقام زمايلنا القدام اللي كانوا معانا في النوادي وبنكلمهم وعلى التواصل بهم على المواقع على موقع التواصل الاجتماعي، وفي دايما صلة بيننا وبين بعض. كان 20000 جنيه مقابل مادي من نادي المنصورة، ده أول حاجة عبد الظاهر عملها، و بعدها على طول احترف يعني ما لحقش ياخد منصوره فلوس.
لسه مكملين كلامنا مع كابتن عبد الظاهر السقا، منورنا طبعا النهارده والكلام حلو قوي يا كابتن معاك. الله يخليك. عايزين بقى سريعا كده نروح للارشيف الخاص بحضرتك ونشوف الصور اللي معانا. يلا كل حاجه، يعني لو كان في حاجه اسمها عبد الظاهر السقا بسبب الرجل ده، ربنا جعله سبب ان انا اكون موجود وما خدش حقه، يعني زعلان جدا. ودايما الناس كده اللي زي الكابتن جوهر ما بتاخدش حقها، لكن طبعا ربنا هيجازيه خير على كل حاجه هو عملها للكره المصريه مش لعبد الظاهر السقا بس. الله يرحمه. معانا صوره ثانيه، ده في احد الماتشات جلطة سراي، وده كان فرود مشهور جدا موجود مهمت طبعا مشهور جدا في تركيا، ودلوقتي مدير فني. مين اكتر مهاجم كنت مثلا بتقلق قبل ما تلعبه؟ طبعا في الدوري المصري. في الدوري المصري لا، في الدوري المصري طبعا كان كابتن حسام طبعا حسن. ده من الناس اللي تعرفش تمسكي منين. خلاص يعني شرس جدا في الملعب، فطبعا من الناس اللي كنا بنعمل حسابهم. فيليكس طبعا من النادي الاهلي موجود. دول كانوا اكتر اتنين بيتعبونا، يعني بيتعبونا كسرد باكات موجودين، كابتن احمد الكاس. فكل النجوم الكبار اللي انا بقول لك عليهم دول كانوا حاجه في الملعب عظيمه يعني. اكيد كنا بنعمل لهم الف حساب. تعالوا نشوف الصوره اللي بعد كده. ده صوره جنشتار بيلي في الـ في الـ في الويفا كاب في بطوله اوروبا. وده كان ماتش فالنسيا. كنا نلعب فالنسيا الاسباني، الحمد لله في انقره كنا متفوقين عليه 1-0. معانا صوره كمان، اخر صوره. ده برضو جنشتار بيلي طبعا، وموجود احمد حسن معايا واقف. كان دي اول سنه نروحها، والفريق ده كان بيعاني من نزول، والحمد لله تقريبا في الدور الثاني لما احنا رحنا عملوا احصائيه ان احنا اكتر فرقه كسبت في الدور الثاني، والحمد لله كنا احنا موجودين وقدرنا ان احنا نصعد بالنادي وياخد مركز كمان. كابتن عبد الظاهر السقا نجم دفاع منتخبنا الوطني السابق، نورتنا اكيد النهارده في اون سبوت، وقد ايه الكلام معاك كان جميل، وقد ايه اكيد كل اللي اتفرجوا علينا النهارده استفادوا من حضرتك كتير. اي شاب اي لاعب عنده حلم اكيد شاف قد ايه انت عانيت وكافحت عشان توصل لحلمك. بشكرك جدا على وقتك وعلى وجودك معانا النهارده. متشكر جدا يا شيما، وبالتوفيق ان شاء الله، ومبروك على البرنامج. الله يخليك. وان شاء الله تتالقي دايما، طول عمرك متالقه طبعا. الله يخليك يا كابتن. الله يخليكي. لكن عايز اقول ان اللعيبه لازم تتعلم انها تتعب، واللي زمك لازم تعلم يعني كلمه احتراف، لان كلمه احتراف ديت كلمه كبيره جدا، وتقريبا في مصر مش متحقق منها ولا حاجه. فلازم اللعيب يعرف انه عنده مسؤوليه. فيا رب يكون اللعيبه استفادت من مسيرتي، والحمد لله رب العالمين. دايما ببقى فخور بنفسي ان انا حققت التاريخ ده، وده اللي دايما اقوله للعيبه اللي انا بدربهم، ان احنا لازم لما تبطل يكون عندك رصيد من البطولات. نورتنا يا كابتن النهارده. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من اون سبوت، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم الجمعه اللي جايه في حلقه جديده من اون سبوت. اشوفكم على خير.